العيلة على رأسنا كلنا كان، وفي كلنا بالنسبة لنا شيء صعب جدا. مقدرش أقول له أكتر. حضرتك تقربي له إيه؟ بنت أخته. بنت أخته؟ اسم حضرتك إيه؟ ليلى بسيوني. مدام رجاء بسيوني بنت أخت الراحل. طبعا يعني على قدر ما بنعزي أنفسنا بنعزي الشعب المصري كله في الفقير. على قد الناس ما حبته أكيد إحنا كان لينا النصيب الأكبر في هذا الحب من خلال تواجده معانا ككبير للعيلة ورب الأسرة كلها. فقده الحقيقة النهاردة إحنا فقدنا يعني للمرة الثانية، أنا شعوري إن أنا فقدت أبويا للمرة الثانية. كان حنين جدا 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 علينا بصورة لا يتخيلها أحد، شخصية هو معطاء وحنونة بطبعه. فقدنا كتير الحقيقة، فالله يرحمه على قدر حب الناس ليه وعلى قدر ما أعطى لبلده، وربنا إن شاء الله يسكنه في سيح جناته ويعوض مصر خير عن فقدها لهذا العظيم. الله يرحمه ويحسن جناته كده النعيم كده ويكون مسواه الجنة. حضرتك قضيت معاه قد إيه؟ 50 سنة. أكيد في الخمسين سنة ديت كان في ذكريات طبعاً، عشرة جامدة طبعاً، يعني 50 سنة مع بعض لا نص بعض إلا يعني إلى النوم في الغناء يعني طبعاً. عايزين نعرف من حضرتك يعني كان بيجي الساعة 9 صباحاً كده ويخش مكتبه يقفل على نفسه المكتب محدش يخش عشان يكتب نص كلمة، تليفونات بس، والتليفونات يعني اللي هي إيه المهم نحولها له، حولين مثلا فلان نحول له، لكن يقعد يكتب بس كلمة لغاية ما يجي معاد أستاذ مصطفى حسين عشان رسم الكاريكاتير، يقعدوا مع بعض ساعة ساعة ونص، أستاذ مصطفى ينزل مكتبه وهو يكمل نص كلمة، لأن ما بيبقاش يعملها مسودة بس، ويستنى لما يخلص الاجتماع بتاع الكاريكاتير، بعد كده يكمل نص كلمة. يعني على الساعة واحدة واحدة ونص خلص نص كلمة هاخدها ولا خدها خلاص نص كلمة ابعتها لديها رئيس التحرير أو سكرتيرة التحرير ومشينا على هذا النظام. اشتغلت مع استاذ احمد اخر 3 سنين، يعني اشتغلت معاه بصراحه يعني استفدت منه كتير. استاذ احمد كان انسان عظيم وشخصيه محترمه، وعلى المستوى الشخصي كان انسان بمعنى الكلمه. يعني انا قلت لك ايه معينه لا، هو استاذ احمد يعني كان دايما يعني في حاله كده، ما كانش يعني مش اجتماعي قوي، بس هو كان يعني لما تطلبي منه طلب عمره ما كان بيرفض طلب لاي حد، كان يحب شغله ويحب الانسان اللي شغال معاه يكون دقيق بشغله ويحترم مواعيده وما يقصرش في شغله. لا هو في الفترة الأخيرة كان قاعد فترة طويلة ما كانش بيجي الشغل، يعني كان كل شغله بيتبعت عن طريق الفاكس، فما كانش بقالنا كتير ما كانش بيجي المتحف. عايزين نعرف أبرز الطقوس اللي كان بيكتب بيها أستاذ أحمد راتب نص كلمة. هو أستاذ أحمد كان بيحب الهدوء دايما في الشغل، بيحب يقفل على نفسه ما حدش يدخل عليه لما يخلص نص كلمة، كان يحب دايما يكون مع نفسه عشان يبقى ذهنه صافي وخالي إن هو يخلص شغله في هدوء. يعني هل كان ليكي موقف طريف او ذكرى طريفه مع استاذ احمد؟ يعني لنا مواقف كتير مع بعض، ساعات كنا بنختلف، كان يعني مثلا يزعقني يزعل مني في حاجه، بس كان يعني ما يكملش مثلا 10 دقايق ويعني كان ساعات بيعتذر لما كان مثلا يحس ان هو زعلني في حاجه كان يقول لي معلش انا. هل في مره خد راي حضرتك في نص كلمه؟ اه كان بياخد رايي في نص كلمه كتير يعني يقول لي مثلا ايه رايك الكلمه دي نحطها نشيلها كبيره قصيره تناسب الموقف كده يعني. حلو، انا اشتغلت معاه وانا عندي 19 سنه. يعني هو كان ليا يعني رب قبل ما يكون استاذ، والحقيقه شخصيته يعني مش عارفه انا ما قابلتش حد زيها خالص، شخصيه قويه وملتزمه جدا دقيق جدا في الشغل وفي مواعيده، شغله نمره واحد في حياتي، يعني ما فيش عنده تهاون في اي حاجه في الشغل او في اي حاجه زي كده. ليه طبع معين خاص شويه، لازم تقفل عليه مفتاح اول ما يجي، مش عايز اي ازعاج، مش عايز اي كلام، مش اي حد طبعا بيرد عليه في التليفون، مش اي حد قريب منه، ما يحبش صوت الاذاعه ولا التلفزيون ولا يقول لك انا اكتب، لكن ما عنديش حضور في اللقاء او في المقابله. كان في حد معين قريب من الاصدقاء؟ بصي هم يعني الاصدقاء اللي كانوا قريبين منه قوي
احمد ياسين كل الاشراف وفنان محمد عبد الوهاب وفنانه شاديه دي صديقه شخصيه لي قوي ومزيانه جمعنا وعزيز صور هو كان زملكاوي وكان برضه يشجع الكوره وكده كان يكتب يقفل عليه وشغل موسيقى كلاسيك والجو الخافت وليه جو كده معين مش اي ساعات كان ليه لمسات انسانيه كتير مع كل الناس يعني ساعات كان بياخد رايك في نص كلمه في الفهامه وكان فيه لو الاقي حاجه مثلا غلط او حاجه كده نص كلمه اقول له يقول لي لا انا مش عايز فزلك انا مش عايز بس عندك حق نروح نصلحها ما يتضايقش ياخد رايي في الفهامه كان بيقول يا سامي اعملها فهامه ولا قال فهامه قعدنا نتناقش مقفول يعني وكبير جدا اهو نعم طب رئيس رئيس الناس كلها عرفت يا رئيس صلى الله عليه وسلم هتروح هناك انت خلينا بس شويه كده نشوف الناس اول ما قربوا احنا قدامنا لسه نص ساعه طب هناك القعده اكبر يا ريس عشان ايه هنا هناك القعده هناك طب ما تيجي دلوقتي على طول كده تاخد الناس وتقول عشان القعده اكبر يلا يا باشا يلا طب اتفضل العالم تحت كل الجماعات